أو الرعايا الجزائريين المتواجدين بالسودان الذين كانوا متواجدين بالسودان واليوم هم هنا بمطار الجزائر الدولي هنا بالجزائر مرة أخرى دائما وفي إطار التغطية المتواصلة. السيد تيجاني أهلا وسهلا بك. إذا كنتم في السودان اليوم أنتم في الجزائر، الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله، بسم الله والصلاة على رسول الله. الحمد لله على وصولنا بالسلامة وعلى وصول الجالية الجزائرية من السودان بالسلامة، وهذا الفضل يرجع بعد الله سبحانه عز وجل للسيد الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حفظه الله ورعاه، وإلى وزارة الخارجية على رأسها السيد الوزير والأمين العام، وإلى السيد وزير الداخلية الذي استقبلنا هنا استقبالا حار، والشكر الخاص لقوات الجوية الجزائرية التي رافقتنا من بور سودان لحد مطار جدة ومن مطار جدة لحد مطار هواري بومدين، والشكر الخاص للسفارة الدبلوماسية ناس الدبلوماسية حقت سفارتنا في السودان الذين قاموا بدور فعال ودور بطولي حتى من وتموا بمرافقتنا من العاصمة الخرطوم لحد بور سودان لحد جدة لحد مطار هواري بومدين. جزاهم الله عنا بكل خير لأنهم هم لعبوا دور كبير ودور بطولي. وما يخفى عنكم الجزائر دي معروفة بالمواقف هذه، معروفة بمواقفها البطولي، معروفة بمواقفها الرجولية دي، والحمد لله اللهم لك الحمد. اليوم نحن في أرض الوطن. نعم. كيف كان انطباع الجالية العربية في الجالية العربية من خلال هذه المبادرة والعودة إلى أرض الوطن من السودان؟ والله يا أخي الجزائر هي ثاني دولة اللي بتجلي رعاياها، بتجلي الجالية بتاعها، تجليها إلى أرض الوطن، والحمد لله. يعني تركنا بعض الجاليات بينتظرون في الطائرات، ينزلون مطار بورت سودان، ولكن الحمد لله يعني حنكة الدولة الجزائرية ونشاطها واجتهادها كانت سباقة، وكانت هي الدولة الثانية لتجلي رعاية من السودان. نعم. إذن وحتى بالنسبة للوضع الأمني في السودان يعني كيف تركتموه؟ والله شيء مؤسف. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يرفع عليهم البلاء وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع شملهم ويوحد صفوفهم ويؤلف قلوبهم، وإن شاء الله يا رب. هو السودانيين شعب طيب، شعب متواضع، شعب يا أخي أنت يعني ما تحس نفسك أنك يعني برات الجزائر. ما صراحة نحن كنا محصورين في أم درمان. شكرا جزيلا لك سيدة تيجاني، الحمد لله على سلامتك مرة أخرى. إذا أهلا بك. إذا مشاهدينا الكرام وبهذا مشاهدينا الكرام نصل ربما أن أعيد الخط إليك. نعم شكرا رمزي لاستكمال بقية هذا البرنامج. نعم شكرا جزيلا.